بسم الله الرحمن الرحيم، جريد 6، اهلا بيكم. بص يا شباب، دلوقتي احنا عندنا هنبدا النهارده في الليسون الجديد، ليسون 3. هو درس سهل جدا، انا عايزك تركز معايا، واللي مش فاهم حاجه رايس هاند كده، ماشي يا جنى؟ ارفع ايديك، واللي يصير عدي تاني، انا مش فاهم. مبدئيا هو بيتكلم دلوقتي على اي حد عاوز يحرك ايديه. This man bend his arm due to، بصوا يا جماعة، الإيد أو أي عضلة تتحرك لازم هذه العضلة يحصل لها contraction أو relaxation، يا إما تنقبض يا إما تنبسط. بمعنى إيه يا سير؟ بمعنى لو أنا عندي عضلة عاوز أحرك عضلة، وليكن الأرم بتاعك هو أنا عايز أحركه إلى اتجاه الشولدر، تمام؟ عشان احرك دي لازم الماسل دي تنقبض، يبقى لازم contraction of muscles، وبعد كده العضلة الخلفية دي تنبسط. طب عاوز انزلها، العكس بيحصل، فما فيش حتة في جسمك هتتحرك الا مقابلها contraction او relaxation of muscles. العضلات يحصل لها contraction او relaxation، يبقى انت كده يصير بتحرك البونز، العضلة تنقبض او تنبسط. تعال نكمل. يبقى زمان bend his arm due to contraction and relaxation of muscles، ايوه مظبوط. لما يرفع ايديه لفوق يبقى العضلة الامامية الفرونت ماسل كونتراكت والخلفية ريلاكس، والعكس صحيح. There are a skeletal muscular only muscles، اسف، skeletal muscles only in our bodies. skeletal muscles عضلات هيكلية فقط، لا، في عضلات كتير جدا في جسمك، ودي اللي بتحرك الاورجانز بتاعت جسمك. طيب تمام، العضلات يا جماعة انا بقسمها الى نوعين، نوع اسمه involuntary ونوع اسمه voluntary. الفرق بين الاتنين، الان دي اسمها لا إرادية. يعني ايه يا سيد؟ يعني دي بتتحرك لوحدها، مش محتاجة انا احركها. زي مين؟ حضرات اهو، زي ار ماسل ذات موف اوتوماتيكلي، زي الهارت ماسلز وبعض الماسلز بتاعت الاي، وطبعا الاستومك زي السمول انتستين، الحاجات اللي انا لو اتحكمت فيها اموت. تقولي لي يا سير، طب ما انا احركها بمزاجي. لا يا باشا، حضرتك لو مثلا ربنا سبحانه وتعالى ساب لك الهارت، ممكن تنسى تشغله، ممكن وانت نايم هتصحى ازاي تشغله؟ فلازم بعض العضلات اللا اراديه involuntary تتحرك تلقائيا بعيد عن تدخلك. ده بقى النيرفس سيستم بيحركها، وديت الحاجات الامبورتنس قوي. انما الفولنتري الاراديه دي اللي انا اتحكم في حركتها، اقول احركها، لا مش هحركها، لا بمزاجي. كل ده زي ار ماسل ذات كان كنترول ذير موفمنت، اللي انا اقدر اتحكم في حركتها. زي مين؟ سكيلتال ماسلز، العضلات الهيكليه اللي انا اقدر احركها بمزاجي. ارفع يور ارم، تنزل يور ارم، يور نيك، يور ليج، يور شولدر، اي دي اسمها سكيلتال ماسلز. انما النوع الثاني دي عضلات غير هيكليه، يعني مثلا عندك الاستومك دي، الهارت ده ما فيهوش بونز، فمش كل العضلات اللي في جسمك تكون سكيلتال، مش كل العضلات مرتبطه بالبونز، بعضها كتلة من الماسلز، كتلة من العضلات تسمى ماسلز فقط من غير اسكيلتل. ده الفرق ما بين اسكيلتل ماسلز والماسلز. يبقى دي كده انا بقسم الماسلز الى نوعين، فولنتري ماسلز وان فولنتري ماسلز. ماشي يا سيدي. الهارت بقى هنا واحد من انفولنتري، من الارضات اللا اراديه. طبعا يا جماعه الهارت مكون من انفولنتري ماسلز known as a heart muscle او critic muscles. كلمة critic muscles العضلات بتاعت القلب تسمى كده
كيوريديك ماسلز. الهارت ماسلز لازم كونتراكت وريلاكس، ما فيش يا جماعه عضله كونتراكت على طول او ريلاكس على طول، لازم كونتراكت تنقبض وعشان ترجع لوضعها الطبيعي ريلاكس وهكذا. حتى الهارت لما يحصل له كونتراكت بامب ذا بلاد، كأن يا جماعه كده انت ماسك اسفنجه وتقوم ضاغط عليها، لما تضغط عليها الميه اللي في الاسفنجه تطلع، يبقى انت كده عامل كونتراكت. طب سيب ايدك تلاقي الاسفنجه ايه، تشفط الميه تاني، تقوم ضاغط عليها تطلع ميه وهكذا. فنفس القصه بتاعت الماسلز بتاعت الهارت، لازم كونتراكت، لما كونتراكت تعمل بامبنج ذا بلاد، اه كونتراكت اند ريلاكس، وزود ستوبنج. ما هو فعلا لو وقفت عضله القلب، شكرا السلام عليكم كل سنه وانت طيب. Allow heart pump the blood، طبعا البلد لازم يكون محمل بالاكسجين to all body parts. ده كده للمسلز الانفولونتري، والمثال بتاعي كان الهارت ماسلز. تمام يا سيدي، خش على الاي. الاي دي بقى فيها نوعين من المسلز، يعني فيها حاجات فولنتري وحاجات انفولنتري. طب نشوف الاي كونتين ا تايب ان انفولنتري مسلز ذات كونتراكت وذاوت يو كلوز يور ايليدز. الايليدز اللي هي جفن العين، ساعات انت وانت قاعد دلوقتي هتلاقي عينيك بتك الجفن بيتحرك اوتوماتيكلي وانت مش واخد بالك. حتى لو جت اي حاجه قريبه من عينيك جفنك يغمض اوتوماتيكلي، انت مش قادر تتحكم. دي بسميها involuntary when you close your eyelid to allow you blink ترمش many times in one minutes without thinking، من غير ما تفكر. ما دام ما فكرتش يبقى دي لا اراديه. الاي also contain voluntary muscles. ايوه قلت لك العين دي فيها نوعين من العضلات، عضلات اراديه ان اتحكم فيها، ولا اراديه اللا اراديه الاي ليدز. طب والاراديه الفولنتري دي بتاعت الاي بول او اللي هو انساء العين. انا بعناية كده اللي هي النن بتاعي ده اقدر احركه شمال يمين فوق تحت وانا قاعد. تمام، يبقى ده انا اتحكم فيه. يبقى الاي فيها نوعين من المسلز، فولنتري مسلز زي الاي بول، المسلز سراوند الاي بول ودي موف يور اي ان ديفرنت دايركشن. النوع الثاني الانفولنتري اللي هو الاي ليد اللي هو جفن العين. تمام يا سيدي، سكيلتال ماسلز زي ما قلنا البونز نفس اي بون غير قادرة على الحركة، ما تقدرش تتحرك. امال ايه؟ لازم في ماسلز، عضلات مرتبطة بالبونز هي اللي تخلي البونز تتحرك. يبقى انا يصير كده ما اقدرش احرك البونز بتاعتي، البونز لا يمكن ان تتحرك. ليه؟ لان عشان تتحرك لازم يكون في ماسلز، هذه الماسلز هي اللي تقدر تحرك البونز. البونز لوحدها غير قادره. بيندينج يور البو، تاني ماشي تاني، الالبو الكوع عشان تدني ايديك ديبندس اون، طبعا نوع من الفلانتري ماسلز لان انا اللي بتحكم اتني داية او ما تنهاش. لما تتني الالبو المسلز قلنا اللي الفرونت انت هتتني فين؟ towards your shoulder لفوق، يبقى الفرونت مسل كونتراكت والباك مسلز ريلاكس. يبقى المسلز الفرونت اللي في الامام كونتراكت والمسلز اللي في الباك ريلاكس. ادي تاني امسح دي كده عشان اوضحها اكتر. عندك دي كده الفرونت ماسلز، دي كده الباك ماسلز. طب انا عشان انا احرك ايديا الى اعلى towards your shoulder لازم كونتراكت الفرونت
وريلاكس الايه الباك. طب هنزلها، العكس بيحصل. يوين ايه سترينسز، يعني هتفرد ايديك. جيمت استرايت يعني، او ستريت يعني ايه، ستريت يعني مستقيم، ستريتن ستريتن يعني تفرد يور البو، تفرد كوعك تاني. ايه اللي يحصل؟ العكس هيحصل، الباك هي اللي كونتراكت والفرونت ريلاكس. حتى يور نيك، حتى رقبتك، انت عايز ترفع رقبتك لفوق، يبقى في عضلات خلفيه هنا ورا عند الجزء النك من ورا، يحصل لها كونتراكت ودي تطيل ريلاكس. طب عايز ارجعها تاني، دي بقى كونتراكت واللي هنا ريلاكس. دايما العضله بتحرك الجسم او تحرك البون في اتجاه واحد، one direction only. Moving your head up and down dependent on two neck voluntary muscles. ايه هم دول؟ الامامية هنا وبرضو الخلفية هنا. When you move your head up, the first muscle contract اللي ورا contract, while the second relax. اي عضلتين قصاد بعض، واحدة contract التانية relax. اللي هتتحرك بقى ايه؟ في عكس الحركة العكس بيحصل، اللي كانت كونتراكت ريلاكس واللي كانت ريلاكس ايه كونتراكت. When you move your head up الفيرست ماسل كونتراكت والسكند ريلاكس. طب هترجع رقبتك تاني، العكس، When you head down the first muscle relax والتانيه كونتراكت. الكلام ده يا جماعه كله يعتبر كلام متعاد تاني من اللي احنا قلناه السيشن اللي فات. Note when a pair of skeletal muscles زوج من العضلات الهيكلية perform an action بتعمل action one muscle contract while the other muscle relax. هو ده اللي بيحصل، العضلات بتاعت قلنا الارم انت عايز ترفع دي contract دي relax، هتنزل دي ريلاكس دي كونتراكت، يبقى دايما كده في زوج من العضلات متقابله. انا اعمل كونتراكت في حته اللي قصادها ريلاكس عشان تديها فرصه في الكونتراكشن. العكس بقى صحيح لما اعمل الحركه في الاتجاه العكسي. All muscles work contraction relaxation. طبعا اي عضله تتحرك لما يحصل لها انقباض وانبساط، حتى your finger صباعك، عشان تدني كده صباعك لازم في ماسلز في كونتراكت والمقابله ريلاكس. طيب ريلاكس المقابله كونتراكت، ده ما فيهاش كلام طبعا، ده كيب وكل ده كيب، طبعا مش محتاج كيب يا جماعه، احنا كل ده عارفينه بس لازم يتحفظ. شيك يور اندرستاند، اللي عارف يرايس هاند. نكمل يا شباب. Systems work together. احنا اتفقنا اساسا ان كل البادي work as a system. ليه؟ لان كل السيستم work in integration way، في شكل متكامل، كل ده علشان perform الفانكشن بتاعت الجسم. تمام، تعال نشوف كده السيستم ازاي integrated. قال لي والله ان كل في البادي ستراكشر، تركيب الجسم، الفانكشن اوف بادي سيستمز ساتش از، خد عندك بقى، الله الله، ايه ده ايه ده، ده جهاز جديد بقى اسمه ايه؟ اندوكراين سيستم. الاندوكراين سيستم ده يا جماعه اسمه الجهاز الصماء، الغدد الصماء. ايه بقى الغدد الصماء ديت؟ انا عندي نوعين من الغدد، غدد دكت يعني عندها قناه تسمى غدد قنوية، وغدد تانية ما عندهاش قناة تسمى لا قنوية أو صماء، اللي هي بقى إيه؟ endocrine system، جهاز الغدد الصماء. السكريتوري سيستم عارفينه، respiratory سيستم حافظينه، كل ده بيعمل together، مش ده وبس، لا 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 لا، ده الدايجستيف والاكسكريتوري وي وي وي، كل السيستم حتى النيرفس سيستم معاهم كله work together. ليه؟ to perform the function of the body، عشان يؤدي وظيفة الجسم. help the body to get ready to fight danger،
ان هو يقابل خطر او تجري منه. في الحالتين لازم كل السيستمز دي work integration system او integration way بشكل جهاز متكامل او طريقة متكاملة. نشوف بقى الاندوكران سيستم. ده مكون من جلاند غدد. شوف 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 هنا في البرين، هنا 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 غدد. هذه الغدد بتفرز حاجة اسمها هرمونز. خلي بالك انت كان عندك الليفر، كان عندك البنكرياس، كان عندك السيرفر جلاندس، دي بتفرز انزيم عشان تهضم. لكن هنا الاندوكراين سيستم بيفرز حاجة اسمها هرمونز هرمونات. يا ترى الهرمون دي بتعمل ايه؟ بتخلي الجسم يقدر ريسبونس لكل الديفرنت سيتويشن. اهو هيلب ذا بادي تو جيت ريدي تو ريسبوند ان ا ديفرنت سيتويشن. تخليك انت بقى كده تقدر تستجيب لكل المواقف. اتس فانكشن، ايه وظيفته؟ الاندوكراين سيستم. ات كنترول ذا بادي تمبريتشر. شوف بقى ده مش ده بس، لا 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 ده حاجات كتير ما اقولكش، هناخد منها. بس مبدئيا بيتحكم في درجه حراره الجسم، وكمان البلاد بريشر ضغط الدم. لما واحد يقول لك ايه ده انا كان ضغطه عالي، نتيجه زياده في هرمونات معينه يخلي الهارت بامب بالبلاد بي انكريز واي بطريقه سريعه جدا، فيؤدي الى حاجه اسمها انكريز البلاد بريشر او زياده في ضغط الدم. طيب اتس رول، ايه دوره اثناء الدنجر؟ بص بقى انا خدت قبل كده كان اي موقف دنجر الاي تشوف تبعت للبرين، البرين يبعت للهارت بامب مور بلاد، ويبعت للماسلز كونتراكت وريلاكس. يعني السيستم كل جسمك كله شغال. هيمون ذا بادي فيس ادنجر it gets ready to fight. يا اما تقابل خطر يقول لك ايه خش يا عم بصدرك ولا يهمك، يا اما تجري يقول لك الجري نص جدعنه. يا هنايا ده، طب انا بحدد ازاي؟ مين بيحدد لي؟ تعالى اقول لك. اول حاجه الاي سي ذا دينجر، العين شافت قامت بعت سيجنال اشاره، يا برين بالله عليك يا برين خد الاشاره ديت كده فسرها لي، ايه الموضوع بتاعها دي؟ البرين هيبعت سيجنال للبادي تو ريسبوند دينجر. ازاي؟ ازاي البرين يبعت اشاره سيجنال اشاره للبادي، لمين في البادي؟ تو ريسبوند ذا دينجر، يستجيب مين ده؟ تعالى اول حاجه الاندوكراين سيستم سيكريت هرمونز. ايوه الهرمون اللي بتفرزه الاندوكراين سيستم ده يا جماعه بيمشي في البلد. طب بيمشي بلد رايح فين ده ان شاء الله؟ رايح فين يا عم؟ قال لك رايح للجسم كله عشان اخلي جسمك يستجيب لهذا الخطر. هتعمل ايه؟ بص هرمون ذات كنترول ذيس ريسبونس، يتحكم في هذه الاستجابه اند افكت ذا اذر بودي سيستم، ويأثر في كل اجهزه الجسم. يبقى الهرمون ده كانه ماده بتصحصح الجسم. يا جسم نعم صحصح، يلا قابل خطر ماشي، فيس ذا دينجر اور ران. يبقى الهرمون ده مش بيروح لحته واحده، ده بيمشي مع البلاد ويحفز كل البادي ان هو ريسبونس ذا دينجر. ازاي؟ خد عندك يعمل كونتراكشن للماسلز او ريلاكسيشن، يدي استجابه للماسل كونتراكت. وطبعا لو الماسل كونتراكت تطلع بقى تنقبض ويبقى في شغل. يا اما انجريس الهارت بيتس، يزود الهارت بيتس دقات القلب، وفي نفس الوقت يزود البريسنج ريت. ده كله الهرمونز اللي بتفرزه الاندوكراين سيستم بتعمله في البادي. تخيل البادي بقى يعمل كل الحاجات دي كلها، ده مين؟ ده الهرمون اللي جاي منين؟ بالاندوكراين ايه سيستم. عشان كده مهم جدا
سيركيوتري سيستم. طب والسيركيوتري سيستم مش هيعمل حاجه؟ هيعمل طبعا، ما هو ده اللي بينقل كل حاجه. ده انت حتى الهرمونز مش هتوصل للبادي الا من خلال البلد. It consists of the heart muscles, the blood vessels that allow blood to flow through it. يعني هنا البلاد فازل ديت هي اللي بتاخد البلاد وتوديه او تخليه يمر على الجسم كله. ده مين؟ ده البلاد فازل اللي جزء من السيركيوتري سيستم. زي ما قلت لك حتى الهرمونز مش هتقدر تروح للتارجت سيل، الخلايا المستهدفه، الا عن طريق البلاد. طيب نكمل. هيومن سيكاتري سيستم هاز 3 ديفرنت تايب اوف بلاد. عندك 3 انواع من البلاد فازلز، ودي خدناها في سنه اي ثينك في جريد 4 او جريد 5، اللي هو ايه؟ لا جريد 5 اسف، اللي هو الارتريز، الفينز، والبلاد كابلريز. طبعا الارتريز دي شايله بلاد ريتش ان اكسجين، اوكسجينيتد بلاد، طبعا جايبه بقى الاكسجين من التولانجس وجاريه على الجسم توزعه. انما الفينز العكس، جايبه البلاد من البادي المحمل بالكربون دايكسايد وترجعه لللانجس عشان ينضفه. كمان البلاد فازل اللي احنا قلنا تعتبر ذا اند اوف ارتريز وبيجين اوف فينز. ايه بقى وظيفه السيركيتري سيستم؟ الحاجات دي كلها يا جماعه متكرره. الترانسبورت البلاد، الاكسجين بتعمل نقل للبلاد، الاكسجين جاز، النيوترينتس اند هرمونز. يبقى حتى الهرمون اللي جاي من عند الاندوكراين سيستم برضو اللي بيشيله ويوديه هو السيكريتوري سيستم او البلاد. طبعا سيكريتد ده طبعا هرمون جاي من الاندوكراين سيستم ثروز ذا بادي. يبقى هنا شغلة السيكريتوري سيستم عباره عن هارت والبلاد فازلز والبلاد، شغلته هي حاجه واحده، ترانسبورت، يعتبر جهاز النقل في الانسان، ترانسبورت سيستم. ماشي يا سيدي نكمل يا شباب. طب اتس رول ديورنج دينجر، ايه دور هذا السيركيتوري سيستم اثناء الدينجر، اثناء الخطر؟ هل له دور؟ طبعا له دور. لما الجسم يقابل اي خطر طبعا لازم الهارت يا جماعه يبدا يوزع. The heart begin to beat quickly. ده انت حتى لو شفت مثلا ايه؟ اي خطوه لك ايه؟ يا نهار ابيض ده اتقل بذات. ايوه. The heart beat increase causing تزيد دقات القلب، تزود الاير بريشر. هو ده بقى يا جماعه ضغط الدم زاد. نتيجه ان الهارت بيعمل دقات كتير جدا فبيزود من البامب اوف ذا بلاد ثرو ذا بادي، وده يزود من حاجه اسمها ال blood pressure او ضغط الدم. The heart pump more blood للmuscles, the heart and the other organs. هو القلب هيبعت blood لنفسه؟ طبعا. ازاي يا عم؟ ده القلب اللي بيبعت. ما هقول لك بقى يا باشا، بص معايا. القلب دي عضله. العضله ديت برضو زيها زي اي عضله في جسمك، محتاجه ايه؟ محتاجه نيوترينتس ومحتاجه اكسجين. يبقى العضله دي عشان تشتغل لازم هي كمان بتاعت القلب، بتاعت القلب هي كمان يجي لها نيوترينتس اند اكسجين. طب مين هيجيب لها البلاد؟ ويبقى البلاد هنا يا جماعه موجود في كل حته، حتى في الهارت. حتى في الهارت. يبقى هنا البامب ذا بلاد تو ذا هارت وكمان اند اذر اورجانز. البلاد بريشر طبعا هيزيد، لان كل ما يزيد دقات القلب ده معناها البريشر بيزيد. ادي كده السيركيتوري سيستم ودوره نقل ترانسبورتيشن. طب والريسبيتوري سيستم دوره ايه؟ يا عم ده دوره ان يجيب لك اكسجين وخلاص. ما هو بص كل اجهزه الجسم انتجريتد علشان توفر لك الانرجي اللي انت هتعمل بيها اي حاجه. فيس دينجر موف اواي، جو اب، موف داون، اي حاجه هتعملها محتاجه انرجي. يبقى كل السيستم بتاع جسمك انتجريتد بشكل يحقق لك الفانكشن اللي انت عايز تعملها. اهو الريسبيتوري سيستم الاستراكشر بتاعه عباره عن ايه؟ لانجس،
ده فرام، اه ده فرام يا خبر ابيض، ده له وظيفه مهمه جدا، له دور كبير جدا في الانهاليشن والاكسهاليشن. اير ويز ممرات الهواء اللي هي بقى تراكيا والتوبرونكاي والحاجات دي تعتبر ممرات هواء. خش على الفانكشن. طبعا وظيفه الريسبيتوري سيستم حاجه واحده بس، ان هو يمدك بالاكسجين ويخلصك من ده، يديك اكسجين انت محتاجه عشان تعمل سيريال ريسبيريشن في السيل او في الميتوكوندريا، ويبقى النيوترينتس الجلوكوز شوجر مع الاكسجين يطلع لك الانرجي، وده مهم جدا. وفي نفس الوقت ياخد الكربون دايوكسيد الناتج من السيريال ريسبيريشن يخرجه بره الجسم. ماشي والله، كتر الف خيرك يا ريسبيتوري سيستم. تعال شوف بقى ازاي بيحصل. الريسبيتوري سيستم بيعتمد على حركة الديافرام. الديافرام يا جماعة في حالة الان ان انهاليشن ايه اللي بيحصل؟ الديافرام ده بيحصل له كونتراكت، لما كونتراكت ينزل لتحت يقوم الشيست سايز يزيد اللي هو يخش، يبقى كونتراكت ذا لونج ستيك ان تيك ان تاخد ذا اير ريتش ان اوكسجين. ده في حالة ايه؟ في حالة الكونتراكشن. طب خش بقى في الريلاكسيشن. ديافرام ريلاكسز يرتخي، اللانجس ريليز تبدا اللانجس السايز بتاع الشيست يقل، فالاير يخرج زي ما يكون ضاغط على حاجه طلع الهواء، وبالتالي يخرج الاير اللي فيه كربون دايكسيد، يبقى ان اوكسجين اوت كربون دايكسيد. طبعا هنا البلاد ستريم بقى تيار الدم اللي ماشي في البلاد فازلز، سواء في الارتريز او في الفينز او في البلاد كابلرز، ده كله تيار الدم بيعمل ايه؟ ده بيشيل الاكسجين من اللانجس يروح يوزعها، وياخد الكربون دايكسيد من البادي ويرجعها لللانجس. تو اول بادي بارتس ار اونر تيشوز. طب انت لك دور يا عم ريسبيتوري سيستم في اثناء الدنجر. طبعا ما بص، انت الجسم محتاج انرجي. كلمة محتاج انرجي بقى محتاج حاجتين، نيوترينتس واكسجين. ده النيوترينتس دايجستيف سيستم. طب والاكسجين ريسبيتوري سيستم وات از ذس رول؟ وين ذا بودي فيس ا دينجر ذا بريسنج ريت انكريز. طبعا معدل التنفس بيزيد، ده بيزيد. اند الهارت بيت انكريز. طبعا ما هو الهارت بيت ايه؟ بص يا جماعه، انت محتاج عشان تعمل مجهود محتاج مور انرجي، يبقى محتاج حاجتين زياده عندك، النيوترينتس والاكسجين. النيوترينتس والاكسجين ده اللي هينقلهم السكريتوري سيستم، اللي هينقلهم السكريتوري سيستم. طب الاكسجين مين اللي هيجيبه؟ ريسبيتوري سيستم. يبقى كل السيستم هتشتغل بشكل سريع، ضخ دم يا عم بسرعه، طلع نيوترينتس بسرعه، كله سريع، عايز كميه كبيره من انرجي، يبقى هيزود الهارت بيت. سالاو البادي سند مور اوكسجينيتد بلاد. طبعا كلمه اوكسجينيتد بلاد يعني بلاد يحتوي على الاكسجين، اخذناها قبل كده، وحاجه اسمها دي اوكسجينيتد بلاد اللي هو فيه كربون دايكسايد. يزود يمض او يضخ كميه كبيره من الاكسجينيتد بلاد تو ذا ماسلز اند برين، للماسلز والبرين. فروم ذا بريفيس بقى الراجل لخص لك الحته دي كده، قال لي بص بقى يا باشا تعال اقول لك اللي حصل ايه. الاندوكراين سيستم ده بيطلع حاجه اسمها ايه؟ هرمون، ريليس هرمونز. هيلب مين؟ هيلب البادي بريبير، يجهز نفسه تو ريسبوند تو ذا دينجر. يبقى كده كان الاندوكراين سيستم ده كانه منشط يحفز الجسم كله انه يجهز علشان يواجه الخطر، يا اما فيس يا اما الرنوي. السيركيتري سيستم بتاع النقل ده عباره عن بامب بلاد كويكلي اراوند ذا بادي كارينج الاكسجين والنيوترينتس علشان تروح للماسلز، والهرمون طبعا للماسلز تحصلها كونتراكت
او ريلاكس، الجسم يتحرك يا يواجه في ذا دنشر يا ران اواي. كل ده السيركات سيستم بنقله اكسجين ونيوترينتس وهرمونز بتاع الاندوكراين سيستم. الريسبيتوري سيستم بقى شغلته ايه؟ شغلته دم اكسجين، بس الاكسجين برضه السيركيوليتري سيستم هنقله. فالريسبيتوري سيستم بروفايد ديفرنت اورجان ويز اكسجين such as المسل والبرين والهارت. كل الاورجانز بتاعتك، كل السيلز محتاجه اكسجين. طيب كده خلصنا ليسون 3. طبعا هوم وركو مفيش كلام، الهوم ورك بقى الناس اللي بقى ما بتبعتش الهوم ورك ده ما اعرفش ليه. انا ممكن دلوقتي اقول اسمكم اونلاين وينزل بقى على اليوتيوب والدنيا بقى تبقى ايه علنا. حابين كده تحت امركم. الحصه الجايه اي حد مش هيعمل هوم ورك هقول اسمه انه مقصر واديله كلمتين حلوين وانزلها، سيبها انا انت بعمل ريكورد اهو، وانزلها ريكورد على الفيديو. كل اللي بقى اللي يشوفه يسمع بقى مين ما عملش هوم ورك. هوم ورك اتعمل اول باول لو سمحتوا. ده ليسون 3 كله هوم ورك، والاختبارات الالكترونيه تتحل، حل بكميات، ده اللي هيساعدك يا جماعه، والله ده اللي هيساعدك. نيجي بقى لحته مهمه واحنا كلنا عارفينها، اللي هي دور الأجهزة بتاعتك في إنها تعمل لك أو تقدر إن أنت تأدي وظائف معينة. يعني مثلا أقول لك إيه؟ A living organism needs energy from food to do their activities. طبعا كل البادي كله، كل living organisms محتاجة ده علشان تقدر إنها تعمل كل اكتس، محتاجه طاقه. ما هو ده سبب الاكل. لما اقول لك انا باكل ليه؟ باكل علشان الطاقه، مش باكل عشان اعيش، لا باكل عشان الطاقه، الطاقه اللي تخليني اعيش. الهيومن بودي سيستم نيد انرجي فروم ذا فود تو اوبتين ذير فانكشن. اه طبعا، ما هو الاكل ده هو السورس اوف انرجي، انا مصدر طاقتي هو الاكل، غير كده مفيش. طب انا هجيب الانرجي منين؟ قال لي والله لازم الاول يتامن مصدر غذاء، فود سورس. طب الغذاء يا سيدي انا مش هقدر اطلع منه انرجي لانه كومبلكس. يقول لك طب استنى بقى، ربنا سبحانه وتعالى اداك جهاز متخصص في تحويل الكومبلكس فود الى سيمبل سبستانس، جهاز متخصص ولا اروع ولا افضل من كده. البادي سيستم ورك توجذر تو كيب ذا بادي وركينج ان كوركت واي. طبعا كل اجهزتك شغاله مع بعضها انتجريتد. ذا سيستمز نيد انرجي فور فود تو ايت تو دو الفانكشن. طبعا محتاجه فود، وهطلع الانرجي منين؟ من الفود. فود كونتين ديفرنت نيوترينت ساتش از. الفود فيه عناصر كتير جدا زي الكربوهيدرات، الفات، البروتين، الشوجر، الفيتامينز، السولتس، حاجات كتير جدا. وانا المفروض جسمي لازم يستخلص هذه المواد من الفود. يبقى الفود في شكله الطبيعي كومبلكس، انا لازم بقى ايه اظبطه. اهو ذا كومبلكس نيوترينتس اللي مش قادر انا اطلع منها النيوترينتس بشكل بسيط لازم ماست بي كونفرتد الى سمبل سبستانس بيفور يو كان بي يوزد باي سيلز. قبل ما السيلز تروح للسيلز وتبدا السيلز تستخدمها لازم الاول كونفرتد الى سمبل سبستانس. مين هيحولها لي الى سمبل سبستانس؟ مفيش غيره الدايجستيف سيستم. الهيومن دايجستيف سيستم كونفرتس الكومبلكس فود الى سمبلر سبستانس، مواد بسيطه ذات ذا بودي كان يوز فور انرجي اند جروث ان ا بروبوز
اللي هو دايجيشن بروسيس. انا عشان احول الطعام الكومبليكس الى سيمبل مفيش غير الجهاز ده، هو ده بتاع الايه، بتاع تحويل الطعام الى سيمبل اللي هو الدايجستيف سيستم. وده بيحول الكومبليكس، انا اديك قطعه لحمه واقول لك يلا طلع منها طاقه، تقول لي ما اقدرش، لازم الاول تطلع لي منها نيوترينتس وبعد كده انا اخد النيوترينتس دي واطلع منها انرجي. طب هتطلع النيوترينتس ازاي؟ قال لي والله بقى اوديها للمتخصص اللي هو مين، اللي هو دايجستيف سيستم. يبقى خلاص الدايجستيف سيستم هيحول لك هذا الفود الى سيمبل سبستانس، وتبدا بقى السيلز جواها هذه السيمبل سبستانسز تتحول الى نيوترينتس وتطلع الطاقه خلال السيلير ريسبيريشن، ودي بتحصل في الميتوكوندريا المسؤوله عن تحويل النيوترينتس او الجلوكوز شوجر الى، ايوه، الى انرجي تخزن في الميتوكوندريا لحد ما السيلز او المسلز تستخدمها. طيب كلمات، نمسك بقى الدايجستيف سيستم حته حته يا ماوس. نعم، ها اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه اللي بيحصل عندك؟ قالت لي انا ببدا الدايجيشن عندي فين؟ حته في الماوس. ازاي؟ تقول لي ازاي بقى؟ اولا التيز تبدا جو ذا ماسلز، المسل بتاعت الجو اللي هو جو ماسلز يعني الفك، يبدا موف الابيتيز تشو ذا فود عشان يمضغ الطعام. وين يو شو ذا فود، لما تمضغ ينزل عليها السلايفا من غده اسمها سليفر جلاندس، الغدد اللعابيه ذات بريديوس سلايفا، بتطلع سلايفا، والسلايفا ده هو السائل اللي موجود في فمك، وده بيحتوي على حاجه اسمها انزيمز، انزيمات هاضمه، كان سوفتن مويست ذا فود. انت لما تاكل حتى خبزه ناشفه ينزل عليها هذا السلايفا ويبدا يطريها، تبدا تمضغها، ولازم تكسرها كتير قوي 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 عشان تخلي السلايفا يمر جواها كلها. سوفتن ذا فود اند بيجين، في حاجه اسمها كيميكال بريكنج داون، كلمه بريك داون يعني هضم، يبقى يبدا هضم الطعام عند الماوس باي ذا افكت اوف سلايفا. نوت اخر حاجه، showing breaking of food into small parts، لما امضغ الطعام حلو قوي قوي الى قطع صغيره وتزود its surface، وتزود مساحه السطح بتاع الطعام، لانك لما تكسر بتخلي السلايفا تخترق كل حته، كل جزء في الفود، ويبدا بقى هنا ايه، surface area تزيد تهلب الكيميكال انزايم تو دايجست الفود ايزلي. انا هقول بس الحتة دي بس اخلص بيها ازاي بقى السيرفيس اريا دي. لو انا جبت قطعة خشب وقلت لها انا عايز احرقك، تحرقها، بتحرق بره الجزء الخارجي السيرفيس اريا ده، وتاخد وقت طويل عبال ما يتحرق وتخش جوه 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 جوه، ده كله بياخد وقت. طب ايه رأيك نفس قطعة الخشب هحولها الى نشارة، اغطاها حتت كتير قوي 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 واقول لها يلا هحرقك في لحظة. في الاول مساحة السطح كانت الحبة اللي بره دول، لكن هنا بقى بص انا هقسمها لك اهو اهو اهو، حتت كتير قوي قوي اهو، تلاقي السلايفا تخش هنا وهنا 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 وهنا، الله 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 الله، ده مساحة السطح زادت وبالتالي زود لي من عملية الدايجيشن. يبقى هنا عايز اقول لك ايه؟ لما امضغ الطعام كويس واحوله الى سمول بارتس بزود السيرفيس اريا، بزود مساحة السطح المعرض للسلايفا، وتبدأ الكيميكال بريكنج داون تزيد، السلايفا تشتغل والانزيم يشتغل ويهضم افضل، علشان كده ينصح بمضغ الطعام جيدا قبل بلعه. ليه؟ علشان الحته دي.
يساعد في هضم الطعام ويسهل عمل الاستومك.